الحمد لله، الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وبتعث محمدا إلى كافة البد والحذر، فأحل وحرم وأباح وحذر، وبتلاه ربه إلى كافة نبوة بمدارة ما انتثر. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. ختاما، اعلموا أن ما حياة الدنيا لعب وله، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا رقبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون بالله وبنعمة الله يكفرون. لا، الدنيا متاع، الدنيا متاع، فإذا صبحت فلا تنتظر المساء، وإذا مسحت فلا تنتظر الصحاب فلا تنتظر الصباح. ختاما، هذه قصة وقع لعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من أصحاب الجليل الآشر المبشرون بالجنة. لما صام من أيام فلما أتاه زمن الإفطار، فبدع ببقاء، بقاء شديد، فقال له من أهله: ما يبكيك يا عبد الرحمن؟ فقال: أتذكر يوما توفي فيه مصعب بن عمير. فقال لأهله: أتذكر يوما توفي فيه مصعب بن عمير؟ مصعب بن عمير كان من شباب المكة، أمه كانت غنية، ولكن حدثنا عبد الرحمن بن عوف لأهله قال: ولما توفي مصعب بن عمير فلم نجد ما تقط فيه إلا ثوبا. أمه كانت غنية، وكان من كبير من شباب المكة أيضا، بل ولما توفي ما وجد ما تكفن فيه إلا ثوبا. عبد الرحمن حدثنا: فإذا خط رأس كشف رجليه، وإذا خط رجليه كشف رأس، حتى تعجب بعض الصحابة. هذه الصحابة الجليل كانت غنية، ولكن لما توفي ما وجد ما تخط فيه إلا ثوبا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ولو ترى إذ الظالمون عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال الله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. أولا، حدثنا عن الأسباب زيادة الرزق. إذن أولا التوكل على الله، والثاني التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الثالث صلة الرحمة. من كان يريد أن يبسط الله في رزقه فليصل رحمه،
الخامس الدعاء ادعوني استجب لكم فاذا سالت عني عبادي فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي. الخامس الصلاه، ان الذين امنوا واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. من اسباب زياده الرزق الصلاه. ختاما الصدق، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. والاستقامة، الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافي ولا تحزني وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناكم ماء غدك. الصبر، الصبر عند صدمة الأولى، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات والأنفس وبشر الصابرين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الصبر من أسباب زيادة الرزق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنينا من فضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنينا من فضلك عمن سواك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا رحمت ولا دينا إلا قضيت ولا عسيرا إلا يسرت ولا ممتحنا إلا نجحت ولا فقيرا إلا أغنيت ولا عزبا إلا زوجت برحمتك يا أرحم الراحمين. انصر الإخوان المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم اليهود، انصرهم على أعدائهم النصارى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إن لم تنصرنا وإن لم تنصرهم من ذا الذي ينصرهم على القوم المنافقين؟ من ذا الذي ينصرهم على القوم الظالمين؟ فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا إلى ما اختلفت فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.